كنا قريبين إلى تحقيق 3 نقاط. يعني أنا أعتقد وفق هذه الظروف اللي مرينا بها يعني فترة الإعداد الغير مقنعة نهائيا، لكن والتبديلات والتغييرات الكثيرة اللي بنسبة 90% مقابل أنه تقابل زاخو بهذا المستوى، أعتقد يعني لا بأس بالنقطة. ويمكن الأدوار الأولى يعني 5 أو 6 الأولى يمكن راح نعاني بعض الشيء، الانسجام راح نعاني بعض، لكن إن شاء الله يعني نكون حتى مع هذه الأدوار أنه دائما نحافظ أن يكون فريق الطلبة ضمن الفرق الأربعة المنافسة، وإن شاء الله إذا ما اجتزينا 5 أو 6 الأدوار وضع الفريق راح يكون كإنسجام وكجانب بدني وكإعداد راح يكون غير إن شاء الله. هذا ما نراهن عليه، في مكانات ما لربما يصير أكثر، لكن الطلبة تسلط عليه الأضواء لأنه إحنا مطالبين بعد 20 عام من الابتعاد عن الألقاب أن نكون قريبين منها. الإخوان يعني بالإدارة تدري روتين دولة هذا والتأخير، الحمد لله يمكن كل التزامات اللاعبين يعني على خير ويرام، وإن شاء الله إحنا الآن ننظر إنه إلى مستقبل أفضل إن شاء الله.